هذا من 40 سنة وأنا بجمع هواية، كانت عندي هواية وأنا صغير قبل 40 سنة، لقيت تحفة في السوق عند نحاس حطيتها عندي في البيت. لما حطيتها عندي في البيت عجبتني، صرت إيش أجمع فيها. كنت لما أجمع الأثار كنت أخبيها، بس أنا كنت أحافظ عليها وأخبيه يعني في قلب البيت، ولا واحد يعرف إنه عندي أثار، ولا واحد يعرف إنه عندي بخب بجمع ولا بعمل شيء. موجودة أكثر من حجم المتحف، يعني زي ما أنت شايف هذا المتحف بده حوالي فوق 3000 متر، اللي تجمع كل إشي في بترين وتحطه في بترين عشان يبين لك متحف عالي. يعني زي ما أنت شايف المتحف هذا إنه في أكثر من 10,000 قطعة تقريبا، هذا القطع بتمثل لنا إنه هذا تاريخنا، تاريخنا الفلسطيني، وإحنا حابين نبقى له حماية دولية من يعني كل الحروب اللي بصير في عندنا في غزة. كنا نخاف على المتحف وعلى آثارنا وتراثنا، الحصار هذا بغيب العالم كله عن آثار وتراث فلسطيني، وإحنا حابين على آثارنا وتراثنا نورينا العالم كله، يعني نتشارك في أي متاحف عالمية، أي متاحف عربية.